نتكلموا على الذاكره، كيفاش ما ننساوش، كيفاش في الحياه اليوميه نقويو الذاكره ديالنا. منين السيده كتولي، ملي كتخرجي على لا كتقضاي، وهذه كطرى لكل شيء، كترجعي للدار كتجبدي داكشي اللي عندك في القفيفه، كتلقاي راسك ضروري نسيتي شي حاجه راه كانت في البال ولكن راكي نسيتيها. كتكوني خارجه كتقلبي على السوار ديالك، تلفتيهم ما عرفتيش فين حطيتيهم. كثر دابا الناس تلفوا مع البورطابل، البورطابل ديما متلفينو. كنبغيو نعيطوا على وليداتنا، السميه ديال الولد ولاد البنت على طرف اللسان، وشوف راه مشات لي السميه ديالكم اللي عندهم الحفاد كثر وكثر. هذه من الامور اللي اليوم شائعه، حتى انه ولينا كنبسطوا بها وكنضحكوا بها وكنقولوا ياك ما هذا الزميمير، يعني تصغير لمرض اللي هو من الامراض الثقيله والامراض اللي معقده، اي مرض الزهايمر او الزهايمر، اللي مرض ربما مازال في المجتمع المغربي ما عطيناهش حقه، مازال ما تكلمناش عليه بالشكل اللي خاصه يتخاد بعين الاعتبار، خصوصا عند الاشخاص المسنين، لانه غالبا ما كنقولوا الانسان ملي كيوصل لواحد السن وكيتجاوز سن التقاعد وكيقل النشاط ديالو في الحياه اليوميه، عادي جدا انه كيولي كيفقد الذاكره وانه كيولي كينسى. ولكن كيفاش اليوم الناس في ريعان الشباب وهما كيعملوا وهما عندهم يعني نشاط يومي متواصل دائم، الانسان ولا كيلقى وكيلاحظ على انه كينسى. اشنو ممكن اليوم نصحكم ديروا كمستخلصات كوصفات من الطبيعه لتقويه الذاكره؟ شنو هي بعض التمارين كذلك اللي ممكن تلجؤوا لها بشكل بسيط في الحياه اليوميه باش الذاكره ديالنا كنحافظوا عليها؟ لانه الذاكره هي في الدماغ، والدماغ الى اعتبرنا انه واحد الجهاز اللي خاصنا نتهلاو فيه ونحافظوا عليه، ماشي لدابا فقط ولكن للسنوات المقبله. الله يطول في عمر كل واحد فيكم يا رب، ونحافظوا على صحتنا لانه راس مالنا الحقيقي هو الصحه. كيفاش اذا نحافظوا عليها؟ هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه معك دكتور عماد. هذا الموضوع موضوع مهم، والنسيان ولا كيقيس كل شيء، ناس صغار شباب ناس كبار ما بقاش عنده السن. نعم، ف ليش راجع هذا الشيء؟ المشكل ديالو نوعيه الحياه بعدا اول حاجه، والمشكل ديالو اللي السبب ديالو هو من الاسباب ديال واحد 70% ديال الامراض اللي ولاو دابا كاينين، اللي هو التوتر، واللي هو نمط العيش اللي ولا اكثر من القياس. كيفاش اكثر من القياس؟ في الحركيه، في كيفاش حنا كنخدموا الدماغ ديالنا. فاخر الابحاث في معهد الابحاث الفيزيولوجيه بموسكو بينات على كاين واحد الحمض في الدس ديالنا، وبالروسيه كيتسمى الكامك لو غاما امينو ماسلينايكس لاطا، وبالفرنسيه كيتسمى لاسيد غاما امينو بوتيريك. شنو هو هذا الحمض؟ هذا الحمض الامين كيمشي كيتكون لنا في الدماغ ديالنا، هذا هو اللي كيريقل الدماغ. كيفاش كيريقل الدماغ؟ كيخلي الدماغ يخدم بطريقه طبيعيه، يخزن المعلومات، اللي يفكر مثلا في شي حاجه، يدير اي حاجه بغاها يديرها الدماغ. هاد الماده هذه هي اللي كتحكم فيه، وهاد الماده هي اللي كتخلي الاشتغال صحيح، وهاد الماده هي اللي كتحكم في الذاكره، وهاد الماده هي اللي كتخلي الوليدات كيحفظوا دغيا، هي اللي كتخلي الوليدات فايقين، وكذلك حتى بالنسبه للكبار. ومع الوقت هاد المادة ملي كتبدا كتنقص ولا كيوقع فيها شي خلل، هي اللي كتعطينا هاد الذاكرة هادي اللي كتولي كتمشي. أنا غنقول لكم علاش. أولا وليداتنا دابا حاليا راه غير ملي كيلعب لعبة وحدة مدة ديال ربع ساعة، فهاد المادة هادي كتنقص تقريبا بثلاثة حتى 4% في الدماغ ديالو. إذا تصوروا معايا وشوفوا دابا انتم الوليدات شحال كيبقاو جالسين قدام التلفازه كيلعبوا في الالعاب ديالهم. يلا تصوروا معايا، حنا قلنا ربع ساعه كتنقص لينا 3% في هذه الماده هذه. هذه من جهه. من جهه اخرى التغذيه السليمه،
إذن التغذية اللي الإنسان خصو ياخذها من الصغر ديالو، لأن إلا ما كانتش التغذية السليمة تفكروا معايا قلنا ألوان قوس قزح يكون عندنا في الطبق ديالنا. إذن خص يكون البرتقالي وخص يكون الأزرق وخص يكون الخضر وخص يكون الأحمر وخص يكون البنفسجي، يعني جميع تقريبا سبعة الألوان اللي عندنا في قوس قزح خصها تكون حاضرة لينا في الطابلة. علاش؟ لأن هي الأملاح المعدنية، هي الجلوكوز، لأن الدماغ كيتغذى من الجلوكوز وكيعطيه القوة وكيعطيه الطاقة باش يبدا كيفكر وباش يبدا كيخزن المعلومات، وهي كذلك الدورة الدموية. علاش؟ لأن الدورة الدموية هي اللي كتعطينا الأكسجين. نزيدكم عاوتاني، ملي كيوقع التوتر العصبي، ملي كيوقع اضطراب النوم، ملي كيوقع ان الانسان ما كيعطيش الدس ديالو الحق ديالها في السويع ديال النعاس الكافيه، شنو كيوقع؟ هاد الماده اللي هضرنا عليها كتنقص تقريبا 10% من الدماغ، يعني هي كتجدد ولكن مع المده كتولي كتنقص وما كتجددش بسرعه، وهذا الشيء اللي كيعطينا هذا المشكل هذا. ومسألة أخرى اللي بغيت نهضر معكم فيها اليوم هي كذلك مراقبة الأطفال ديالنا في الأول، لأن باقي واحد الأخوات ملي ما كيبغيش ينعس ليها الدري كتنوض كتعطيه الخرشاشة، والخرشاشة راه كتقتل الخلايا العصبية، ومنين كيكبر هذا الوليد راه كيولي كينسى دغيا، وكيتمكن توصل به أنه ما يبقاش عنده الذكاء نهائيا، أن الدري كيولي ما كيفهم والو. ثانيا وأم أيمن انا بغيت نتقاسم معكم الاتصال ديال هذه الاخت اللي اتصلت بيا، مالها؟ كان عندها الوليد ديالها فيه مرض الصرع ليبيليبسي كيطيح، مشات شافت الطبيب اختصاصي اعطاها ماده الفالبروات الصوديوم اللي هي واحد الماده طبيعيه بلا ما نقولوا الاسم راه الاسم معروف، قالت لك لا انا غادي نحبسه ما غنعطيش لولدي هذه الماده هذه الكيميائيه وغادي نمشي نتكافى غير بالاعشاب. مشات عند واحد السيد واحد النصاب وخدات من عنده قال لها حبسي ليه الدواء، الدواء بديت تعطي ليه مره في النهار وغديري ليه 5 الحبات ديال الحرمل، غادي تطبخيهم ليه وغتشربيهم ليه في الصباح وفي الليل. الدري ولا عنده تسمم، الدري النوبات ديال الصرع ولاو كيتزادوا اكثر، الدواء ديالو ما بقاش كياخذ اثر عليه، ودابا راه في واحد الحاله يعني لا يحسد عليه الانسان. فردوا البال في هذه الامور هذه. اذا خلاصه القول، الحفاظ على الدس ديالي كناخذ التغذيه السليمه، كناخذ المواد اللي كتفيدني، اذا لو بغيت ناخذ شي حاجه في المواد الطبيعيه نستشر مع الاختصاصيين. ثالثا النوم الكافي، اذا هادو ثلاثه ديال الامور، والوقايه والعلاج خليكم في الاستماع فغادي نعطيكم وصفه ونعطيكم الطريقه كيفاش تنميو الذكاء ديالكم، وهاد الوصفه هذه غادي تصلح كذلك كوقايه، فحتى الاخوات اللي كيتصنتوا لينا وحتى كذلك الناس اللي باقيين شباب، فهاد الوصفه بسيطه وسهله، وكذلك حتى الوليدات اللي العمر ديالهم كيفوت 10 سنين نعطيهم هاد الوصفه هذه صالحه لهم وغادي تعطيهم نتيجه باذن الله. الوصفه بسيطه، غادي ناخذوا فيها الفيتامينات، غادي ناخذوا فيها المواد المغذيه للدماغ، وغادي ناخذوا فيها المواد اللي غتبقى محافظه لنا على الحيويه ديال الذاكره ديالنا. اذا على بركه الله غناخذوا جزره محكوكه، خزوه محكوكه، غناخذوا القرقع، نصف تفاحه بالقشور ديالها ولكن كنحيدوا لها داك الداخل ديالها، قريصه صغيره ديال القرفه، الباديه المطحون، وعصير البرتقال. اذا دابا غادي نعطيكم الوصفه بالمقادير. اذا خزوه محكوكه، القرقع 7 ديال الحبات، نص تفاحة بالقشرة ديالها ومحيدي لها الداخل ديالها، القرفة كنديرو قريصة صغيرة الراس ديال الصبيع ديالنا، الباديان مطحون كناخدو 4 معلقة صغيرة، وعصير البرتقال كناخدو كاس ديال عصير البرتقال وما يكونش فيه العلف ديال البرتقال، كنطحنو هادشي كامل في الخلاط الكهربائي وكناخدوه نص ساعة بعد الفطور يوميا وكنبقاو مداومين عليه شحال ما بغينا، المهم أقل مدة هي 3 شهور. وحنا نبقاو مداومين على هذه الوصفه هذه شحال ما بغينا، ما فيهاش مضره، منها مغذيه ومنها كذلك كتبقى محافظه لنا على القوه ديال الذاكره. نزيدكم وصفه اخرى، هذه الوصفه اش غديروا بها؟ هذه غتوليو ديروا بها مساج على النواضر ديالكم والجبهه ديالكم، اذن الجناب ديال الجبهه والجبهه، وكنحاولوا نديروا مساج هكا، كنحاولوا نعطيو حيويه لذوك الخلايا العصبيه والخلايا ديال الدماغ،
باش كيحياو واحد شويه وكنحسنوا الدوره الدمويه فيهم. الوصفه بسيطه، غادي ناخذوا فيها الزيت الطبيعي ديال الرنج، يعني الزيت الطبيعي ديال الزنبوع، والزيت الطبيعي ديال البرتقال. الزيت الطبيعي ديال الزنبوع او الرنج كما يذكر بعض المناطق، والزيت الطبيعي ديال البرتقال، معلقه كبيره من كل زيت. كنخلطوهم مزيان، كنديروا مساج من الليل لليل على الجبهه ديالنا والنواضر ديالنا، واحد المساج ديال 10 ديال الدقائق، وكنخليو هذا الخليط هذا كنباتوا به. العمليه كنديروها يوميا، ولكن هذه العمليه غادي نديروها فقط شهر واحد لا غير، وان شاء الله غتلقاو النتيجه، والله يشافي الجميع باذن الله. امين يا رب العالمين.